السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعين الكرام في قناتكم قناة إجريك تي دي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. قبل أن نبدأ متابعين الكرام، أريد أن أشكركم جميعا على دعمكم القوي واللامشروط منذ أنشأناها في سنة 2016 إلى غاية يوم هذا 2024. يعني عدنا حوالي أكثر من 8 سنوات ننزل فيديوهات ونحاول أن نوصل الفكرة والأخبار بطريقة مبسطة. بالنسبة للمتابعين الجدد، أريد دعمكم متابعين الكرام بقوة لنصل إلى 400,000 مشترك، فهذا سيدعم القناة كثيرا ويقوي القناة من أجل التصدي لحملات التبليغات أكثر وأكثر. وشكرا جزيلا لكم متابعين الكرام. في الأخبار أعزائي المشاهدين، لدي لكم متابعين تطورات مهمة جدا وأخبار في غاية القوة والأهمية. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري السعيد شنقريحة يستقبل رئيسي أحد أقوى شركات صناعة الدفاع والسلاح في العالم السيد ألكسندر ميخيف. كما ترون ما يقوله الخبر، شنقريحة يبحث مع مسؤول شركة روسية التعاون العسكري. ألكسندر ميخيف هو مسؤول كبير في شركة روسوبارون إكسبورت. روسوبارون إكسبورت هي شركة روسية للأسلحة لتصنيع الأسلحة والمعدات، وتعتبر الوكالة الوسيطة الحكومية الوحيدة لصادرات وواردات روسيا من المنتوجات والتكنولوجيا والخدمات ذات الصلة بالدفاع. هذه الشركة أعزائي المشاهدين تصنع الدبابات والمدرعات وحتى راجمة الصواريخ وأيضا المروحيات العسكرية الهجومية والطائرات بدون طيار. شنقريحة يريد توطين الأسلحة والصناعات العسكرية في الجزائر التي تمتلك تكنولوجيا متطورة في الجزائر. يعني لكي تتضح الصورة أكثر للمشاهدين، الجزائر اكتشفت أن لها ثغرة كبيرة حتى لا نخفي الأمر على المشاهدين. يعني قبل الحرب الروسية الأوكرانية، الجزائر كانت تستورد الأسلحة من روسيا، والجزائر لم تجد مشكلة في استيراد الأسلحة الروسية، ولكن الأمر أصبح صعبا جدا ومعقد بعد فرض عقوبات أمريكية وغربية على صادرات روسيا من الأسلحة. وروسيا الآن أصبحت تضع جل جهودها وتنفق المليارات من الدولارات على جيشها ولا تصدر الأسلحة بعد حربها، وهذا أمر طبيعي لأنها في حالة حرب. فالجزائر فكرت في تطويره وتوطين الأسلحة في الجزائر. يعني في خلال الأشهر القليلة القادمة سنبدأ نشاهد دبابات وصواريخ ومروحيات هجومية يتم تصنيعها محليا في الجزائر، وهذا تطور مهم جدا سيدفع الجزائر بخطوات للأمام في المجال التكنولوجي والعسكري، وتتخلى عن فكرة الاعتمادية عن الاستيراد الأسلحة من روسيا. وبعد قليل سنشاهد ما تقوله الصحف حول هذا الموضوع. أيضا أعزائي المشاهدين، هنالك خبر مهم جدا فيما يخص بالعلاقات الفرنسية والجزائرية والتوترات الحاصلة بين البلدين الآن. كما ترون ما تنشره صحيفة الشروق في موقعها الرسمي، وتكتب مقالة بعنوان ماكرون يتودد إلى الرئيس تبون لأجل العفو الدبلوماسي. الآن هنالك صحف فرنسية عالمية مثل صحيفة لوموند تقول أن ماكرون يقوم بخطوة مهمة لإرجاع العلاقة إلى طبيعتها مع الجزائر. الصحف الفرنسية تنتقد بشدة إخفاقات السياسية لماكرون في سابق الأيام مع الجزائر، فهي تبارك هذه الخطوة للتصالح مع الجزائر. ولكن السؤال المهم هنا، الجزائر ليست من السهل إرضائها، هل يستطيع ماكرون إرضاء الجزائر؟ وهل ستفرض الجزائر شروطا جديدة من أجل عودة العلاقات مع ماكرون ومع فرنسا من أجل تسوية الخلافات؟ أيضا متابعين الكرام، تتواصل حملة سرقة التراث والثقافة الجزائرية من قبل جارة سوء المغرب. سنشاهد مع بعض بعد قليل في أحد المحلات في بريطانيا وتحديدا في لندن، يعرضون السلع على أنها مغربية ولكن في الأساس وفي الأصل هي جزائرية بنسبة 100%. وحتى أنه بعد شوي أعزائي المشاهدين راح نشوفوا مع بعض فيديو لمغربية تعترف بنفسها، هذه صحفية مغربية وإعلامية تعرف جيدا التاريخ، أن لباس جزائري مسروق من المخزن. يقولون المخازنية أنه لباس مغربي، ولكن هي تقول أنه تلمساني جزائري أصيل، يعني باعترافي مغربية وشهد شاهد من أهلها. وسنشاهد متابعين الكرام الفيديو بعد قليل. كانت متابعين هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يوم هذا. قبل أن نفعل ذلك، من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. ومن دون إطالة دعونا نبدأ في تفاصيل أخبارنا لهذا اليوم. كما ترون أعزائي المشاهدين، صحيفة لوموند هذه صحيفة مشهورة جدا عالميا تكتب حول الأخبار وآخر الأخبار السياسية والعالمية. تقول
من المؤكد أن الرئيس ماكرون سيضعف اهتمامه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. لا يمكننا أن نلوم باريس على بذلها كل ما في وسعها لتحسين العلاقات مع الجزائر. يعني الصحف الفرنسية الآن تبارك خطوة ماكرون من أجل إعادة العلاقات مع الجزائر، وتقول أنها خطوة مهمة جدا في سعي ماكرون من أجل إصلاح العلاقات مع الجزائر. فماذا متابعين الكرام في رأيكم، ما هي الشروط الجديدة التي ستفرضها الجزائر من أجل عودة العلاقات؟ أنا شخصيا أرى بأن الجزائر ستفرض ملف الصحراء الغربية من أول أولوياتها من أجل فرضها على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومن أجل إرضاخها. أيضا هنالك ملف التجارة، الجزائر تريد تسهيلات وعدم فرض عراقيل على التجارة الجزائرية، وكما تعلمون الاتحاد الأوروبي يفرض على الجزائر عقوبات بشكل غير مباشر، فالجزائر تنوي حل هذه الأمور وفرضها على فرنسا. فكيف ستكون متابعين الكرام في رأيكم الإجراءات القانونية بين البلدين في قادم الأيام؟ اكتب لي رأيكم في التعليقات حول هذا الموضوع. أما في خبر آخر متابعين الكرام بخصوص الجيش الوطني الشعبي الجزائري، هنالك خطوة مهمة جدا قام بها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، قام فيها باستقبال أحد رؤساء أكبر الشركات الصناعية الدفاعية في العالم الروسي ميخائيل أليكساندر. وكما تشاهدون هذه الصورة لحظة الاجتماع الذي دار بين الوفد رئيس أركان الجيش الجزائري والفريق الروسي. فماذا يقول الخبر؟ الفريق الأول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل المدير العام للشركة الروسية روزوبرون إكسبورت في إطار برنامج التعاون العسكري والتقني الجزائري الروسي. وكما تكلمنا متابعين الكرام في بداية الفيديو أن الجزائر تنوي توطين الأسلحة وصناعتها محليا في الجزائر بعيدا عن استيراد الأسلحة من روسيا. يعني الجزائر تنوي إنشاء مصانع للأسلحة، هذه المصانع سيتم تصنيع فيها دبابات ومروحيات وراجمات للصواريخ. لأول مرة منذ تأسيس الدولة الجزائرية الجزائر ستبدأ في صناعة الأسلحة التكنولوجية المعقدة والمتطورة مثل الدبابات. وليعطيكم متابعين فكرة أن هذه روزوبرون إكسبورت تصنع الدبابات الأكثر تطورا في العالم من نوعي T-90، والجزائر كانت تستوردها في السابق، ولكن في القادم الأيام الجزائر تنوي تصنيعها محليا. وليس هذا وحسب، بل أنها ستوفر قطع الغيار وتصنعها محليا في الجزائر بنسبة 100%. فهذا تطور مهم جدا متابعين الكرام، وهذا فيما يخص بالجيش الوطني الشعبي الجزائري. أما في خبر آخر متابعين الكرام، هنالك إحدى المواطنات في بريطانيا تذهب لإحدى المولات وتدخل إلى الداخل وتكتشف أن هنالك بعض المنتوجات الجزائرية يتم التسويق لها على أنها مغربية، وهي تقول بأنها هذه المنتوجات جزائرية، سرقة لكل ما هو جزائري من الجارة الغربية مستمرة. هذه المرة تأتينا من لندن، بالضبط من محلة تيكا ماكس يو كي التي تعرض صورا للبيع للجزائريات على أنهن مروكيات، كما تشاهدون ما تقوله في هذا الفيديو. السلام عليكم، هذا هو الحنيس اللي قلتكم عليه، تيكي ماكس، هذا جاي في هامر سميث، هذا هو دوك ندخل ونوريكم هذا التصميمات ان شاء الله. السلام عليكم، ها هو المحل، هذا هو تيكي ماكس، انا نصور، هذا فيه يبيعوا كل شيء ومعروف، يعني جو من كامل البلدان العالم. هذا ها هو، هذا وحده صحراويه، وشوف على حسب الحولي وكامل من الجزائر او المغرب. هذه كما قلت مانيش شفتها، هذه هي اللي قلت لكم عليها. أما بخصوص هذا الموضوع متابعين الكرام، خرجت إحدى المواطنات المغربيات تعترف بنفسها أن هنالك لباس جزائري مسروق من طرف المخازنية. هذه متابعين الكرام هذه الإعلامية يعني 30 سنة وهي مغربية، وكي قالت البلوزة الجزائرية رجعوها تخدم أجندة للكبرانات والجنرالات. البلوزة التلمسانية وهرانية يلبسها كل الغرب الجزائرية، تحب ولا تكره تبقى جزائرية وفقط. وكما ستشاهد المتابعين الكرام من إحدى المواطنات المغربية تعترف بنفسها أن البلوزة هي لباس جزائري تقليدي بنسبة 100% وليس مغربي كما يدعي المخازنية والمغاربة، كما تشاهدون من لسان إحدى المغربيات ومن بلدهم. عندي لك واحد سؤال قبل ما تمشي. إنسان واعي ومثقف وطرحوا علي هذا السؤال بزاف، وأنا كنت عندي وجهة نظر معينة لحسب معلوماتي الشخصية.
فجاوبت يعني بالمعلومات اللي عندي. بالنسبه للبلوزه اللي كتلبس وجده ما اصلها؟ انا قبيله قلتها في واحد اللايف عندما سمعتك، انا ما اعرف وعي البلوزه، انا اقولها بكل صراحه بكل شجاعه، انا اسمع بانها جزائريه وهرانيه من منطقه وهران طبعا، ولكن كان هناك طبعا حالة تحسينات دخلوها عليها الوجادة، وكانت سميتو وبانت في وجدة أكثر بحكم كثير من الاعتبارات، وهذا الأمر هذا لا ينقص منا شيء لأن كاين تبادل. لذلك أنا ما أعرف وأقول بكل صدق من الوالدة ديالي من أخواتي من العائلة كاملة أن الأصل ديال البلوزة، وأقول بكل صراحة أعرف بأنني سألتك سؤال بانتقاد. أعزائي المشاهدين، هناك معلومات وتفاصيل جديدة بخصوص ولاية بشار. شاهدوا متابعين الكرام، هذه المعلومات ربما لأول مرة ستسمعون بها فيما يخص بولاية بشار وتغيط. مرحبا أصدقائي الرائعين، سنزور اليوم ولاية بشار ودائرة تغيط الرائعة والتي تتربع على 5178 كيلومترا مربعا وتبعد عن العاصمة ب 1103 كيلومترات وعن بشار ب 98 كيلومترا. تحد دائرة تغيط كل من دوائر العبادلة وبشار وبني ونيف وولاية بني عباس. واحة تغيط الصحراوية والتي تعرف بأنها من عجائب الطبيعة في الجزائر، والتي تقع فيها قرية الزاوية التحتانية على بعد 18 كيلومترا جنوب قصور تغيط الشهيرة، يقع معرض فني مفتوح والتي يقدر تاريخ النقوش الصخرية فيه بحوالي 10,000 عام، أي خلال العصر الحجري الحديث. سواء كنت تبحث عن المغامرة في الصحراء أو الهروب من صخب المدينة فسوف تشعر بالرضا من عجائب تغيط غير المتوقعة. ما هي المدينة التي ترغبون في زيارتها أصدقائي الرائعين؟ شاركونا في تعليق. أعزائي المشاهدين، هنالك ولي العهد السعودي يهنئ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وبالعهدة الثانية. كما ترون، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من ولي العهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، جدد له فيها تهانيه الحرة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية، كما اتفق على لقاء قريب يجمع بينهما. كما شكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بدوره ولي العهد السعودي على نبل مشاعره، محملا إياه نقل تحياته الحرة والأخوية إلى صاحب السمو الملكي الخادم الحرمين الشريفين أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. فهذا ما دار متابعينا الكرام بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المكالمات الهاتفية. أعزائي المشاهدين، هنالك مشاهد جديدة لأول مرة سنشاهدها في ولاية أدرار. وصول وادي قير الآن إلى تراب ولاية أدرار، بالضبط جسري فم الخنق الرابط بين ولاية بني عباس وولاية أدرار نهار اليوم كما تشاهدون في هذا الفيديو. أعزائي المشاهدين، هنالك فضيحة أخرى تضرب المغرب فيما يخص بالكرة القدم وفيما يخص بالكاف. الاتحاد الإفريقي الفاسد لم يكتفي بمنح المغرب تنظيم كأس إفريقيا وهي غير جاهزة، بل يواصل سياسة مساعدة منتخبه في تصفية كأس إفريقيا وكأس العالم باستقبال حصريا كل مبارياته داخل المغرب فقط، مع قيام الاتحاد المغربي لكرة القدم برشوة المنتخبات الإفريقية الفقيرة بالمال والتربصات بالمغرب ببلاش لقبول الأمر الواقع. وهنا لا نلوم لقجع والجامعة المغربية، بل كل اللوم على أعضاء الاتحاد الإفريقي لقبولهم هذا الوضع الغير القانوني والغير الأخلاقي، كما ستشاهدون متابعين الكرام الإعلامي والمحلل خالد ياسين يتكلم عن هذا الموضوع. يقول: كيف يعقل أن هنالك الدولة تستضيف وتلعب كل مباراتها داخل ملعبها ولا تذهب للعب في الدول الأخرى؟ فأمر غير مقبول، كما ستشاهدون وتسمعون ما سيقوله المحلل خالد ياسين فيما يخص بهذا الموضوع. لماذا المنتخب المغربي هو الوحيد الذي يستقبل ويلعب مباريات الإياب في ملعبه، يلعب ذهابا وإيابا في ملعبه؟ لو كانت الدورة مجمعة كما سيكون الحال في كأس أفريقيا غادي يلعب كل مبارياته، ولكن أن يلعب في تصفيات مبدأها تكافؤ الفرص. أنا غنطرح السؤال بطريقة أخرى، نتخيل مثلا المنتخب المغربي
كل مباريات كلعبوا مره برا، ما كيلعبوا ولا مباراه في الداخل، هل يجوز؟ لا. ولذلك احنا لسنا بحاجه الى مثل هذه الاشياء لكي نفوز مباراه او نتاهل. لذلك خلونا ان يكون التاهل تاهل نظيف. الآن متابعين الكرام دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر، حيث أن هنالك خبر يقول ماكرون يتودد إلى الرئيس تبون لأجل العفو الدبلوماسي، حيث حملت كلير لوجوندر المبعوثة الخاصة والمستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشمال إفريقيا والشرق الأوسط رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وجاء ذلك وفق ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية خلال استقبال الرئيس تبون الأربعاء لمسؤولة الفرنسية. وتأتي هذه الرسالة ساعة قليلة عقب مبادرة ماكرون بتهنئة نظيره الجزائري بمناسبة فوزه بالعودة الثانية في انتخابات 7 سبتمبر الجارية. وحرص الرئيس الفرنسي في رسالة التهنئة الانتخابية على التوضيح بأن العلاقات مع الجزائر تبقى استثنائية في كل المجالات، ولا سيما منها المجال الأمني ومكافحة الإرهاب. وأضاف الرئيس ماكرون أن الحوار بين الجزائر وفرنسا يعد أساسيا خاصة مع تواجد الجزائر بمجلس الأمن الأممي. واعتبر الرئيس الفرنسي حسب ذات البيان أن روابط الصداقة قوية بين فرنسا والجزائر، وأنه يعتزم بحزم مواصلة العمل الطموح الذي تضمنه إعلان الجزائر لتجديد الشراكة بين البلدين. ومن خلال هذه المؤشرين يبدو واضحا جدا أن ماكرون يبحث بكل السبل الدبلوماسية عن التجاوز انحرافه السياسي مع الجزائر، خاصة عقب تجديد دعم بلاده للحكم الذاتي الوهمي في الصحراء الغربية. لذلك يتودد حاليا بعدما رأى الجزائر تخرج منتصرة من الاستحقاق الرئاسي مجددة العهدة مع الرئيس تبون لمواصلة سياسته الندية، وهو ما يقطع الطريق أمام أي مناورة خارجية. وبهذا نكون أعزائي المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب، فهذا سيدعم القناة كثيرا، وسألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.